السلام عليكم، معكم الاستاذ حسام بالحجام، استاذ ماده اللغه الانجليزيه بالثانويه المنيه محمد عبد الله، مديريه العرائش. اليوم احنا جد فخورين بالانجاز ديال التلميذه هبه الرواحي، قسم الثانيه باك علوم فيزيائيه خيار فرازي، تلميذه اللي تفوقات بمعدل جد متميز على صعيد الجهه، وهذا الانجاز كيتعتبر انجاز رقم جوج من بعد الانجاز ديال السنه الماضيه، تلميذ ديال شعبه العلوم الرياضيه اللي كان تفوق حتى هو بنتائج جيده. وكنبغي نشكر الطاقم الاداري والتربوي ديال المؤسسه وجميع الاساتذه اللي اشتغلوا بالنسبه للقسم ديال الهبه الرواحي وجميع الاقسام ديال الثانيه بكالوريا اللي كانوا نتائج مميزه. وكنبغي نشكر الاباء والدي ديال السي هبه الرواحي اللي وقف مع التلميذه ديالو ووقف مع وعبر على الشكر ديالو للطاقم التربوي والاداري ديال المؤسسه. وكنتمناو لهبه الرواحي واحد مسار اكاديمي ناجح كما كنقولوا باللغه الانجليزيه. We wish you all the best, keep up the good work, we are proud of you in our school. You just made history and we are so happy for your achievements and wish you all the best. Thank you. All the best.